فصل جديد. قال رحمه الله: وينبغي أن يتأدب أيضا مع رفقته وحاضري مجلس الشيخ. وهذا معناه أن يطبق ما سبق من الآداب، فإن ذلك تأدب مع الشيخ وصيانة لمجلسه. تعاون يا إخوان، تعاون بين التلاميذ والشيخ في إدارة الحلقة. الشيخ وحده في المجلس قد لا يوفق، والتلاميذ وحدهم في المجلس ظاهر فيهم عدم التوفيق. فإذا كان التعاون بين التلاميذ وبين الشيخ دارت الحلقة ودار المجلس على حسن وكمال. من صور ذلك وقد لمحتها فيكم فجزاكم الله خيرا وفي من قبلكم، ولعلي افتقدتها في مواطن كنت بحاجة إلى أن تكون. أحيانا بعض التلاميذ منكم في حلقتي يعلم أن من التلاميذ في نفس المجلس نفس الحلقة يشوش، فيضحك والشيخ يدرس، أو يتكلم مع صاحبه، وأقصد بالضحك الذي يكون بين اثنين، ويتكلم مع زميله ويشوش ويتمتم ويهمس. وأنا من حفاظا على ألفة القلوب، لأنه باش جا الحلقة يلزم نألف له قلبه ويزيد يحب العلم، نحبش نقول له هذا لا يلزم، نخاف ينفر. كاين بعض الناس تقول له لا تتصرف هكذا، لا تقول هذا، يقول في قرارة نفسه والله لن أعود إلى المجلس، فأغض الطرف على ذلك الفعل. ثم يذهب تلميذ أو يكتب له، أو في نهاية الحلقة يصوبه فيذهب يفهم يذهب إليه ويقول له: كنت تضحك، كنت تشوش، قلل من هذا واجتنب هذا في المجلس، احترم الشيخ، احترم العلم، وهذا الأولى، وهكذا. وأحيانا أكون بأمس الحاجة إلى هذا النشاط من التلاميذ، لكن للأسف لعلهم جربوا ولم يجدوا استجابة، أو لعلهم يعني غير ذلك من التعليلات التي نعلل لهم بها. الشيخ يلاحظ كل شيء، هذا اللي نقولها. الشيخ لا يغفل عن أي حركة تكون في الحلقة. مش نقصد نفسي، نقصد الشيخ بصفة عامة اللي يدير الحلقة في المسجد ولا في قاعة المحاضرة ولا، لكنه يمثل أنه لم يرى، يمثل أنه عادي، يمثل ويمثل ألفة للقلوب. طيب، قال: ويقعد بين يدي الشيخ قعدة المتعلمين لا قعدة المعلمين. هذه اللي كنت أحكي عنها قبل قليل، الذي يجيبوا الكراسي، بعض الكراسي فاخرة، كاين كراسي رقيقة يعني رقيقة الحجم، وكاين بعض الكراسي جلدية فاخرة. الشيخ متربع ومشي متكي، والتلميذ هذاك في ذاك الكرسي الفاخر من جلد، هذه قلة أدب، هذه لا تلزم وأنا ما نقدرش نديرها. أحيانا هذه الآداب نشوفها مع شيوخي، إذا نقدر أنا عادي نديرها، والله ما نقدر نديرها. شيخي يظل يبدل في الحركات من شدة الطول تاع الحلقة، وأنا متكي على كرسي من جلد، أبدا، هذه التي الممات دونها. طيب، ولا يرفع، هو قال قعدة المتعلمين. اعلموا أن السلف كانوا يحبذون التربع في الحلقة، هذه هي الجلسة التي كان السلف يجلسونها عند الشيخ، التربع، وكان العلماء أيضا يفعلونها، وهي أكمل جلسة. وهناك جلسات منهي عنها، ليتك على يده اليسرى، جالس في الأرض ويتك على يده اليسرى، هذه جلسة المغضوب عليهم كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. ليتك على يده اليمنى جائز، ولا يتك على زوج يديه خلف، أكون متصورين يعني القضية، يتك على زوج يديه خلف جائز، أما على يده اليسرى فقط هذا، سواء كان متربع ومتكي ولا مطلع على رجل وناصب ومكسل الرجل عادي ولا أي حاجة، المهم ما تتكاش على يدك اليسرى، لأنها جلسة المغضوب عليهم، والحديث صحيح. ومن الجلسات أيضا الجلسات التي فيها التكبر، جلسات فيها التكبر، وطبعا هذه بحسب المقام، بحسب الأماكن، كالتخصر أثناء الجلسة، والتخصر منهي عنه عند السلف أصلا، يعني إنسان يوقف هكذا، فهمين؟ ولا يجلس بطريقة فيها تكبر، فيها تخصر نحو ذلك، هذه كلها لا تجوز، العلم عند الله. قال: ولا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة. للأسف هذا موجود في التلاميذ، العام هذا قليل بحكم قلة التلاميذ في المحاضرة، لكن أعوام التي كان فيها شوية تلاميذ كان كاين هذا الصوت، سواء يرفع الصوت بالضحك
ترك الدرس عادي حتى يقهقه من آخر الصف، هذه من سوء الأخلاق للأسف، ما ننبهوش عليها، نقول ألفة للقلوب، صح من سوء الأخلاق. ولا يضحك ولا يتكلم ولا يصرخ ولا ينبهر، حتى من المعاني لما نقول معنى عجيب عنده فينبهر بصوت مرتفع، أو يفزع بصوت مرتفع، يفزع يتخلع بصوت مرتفع، هذا أيضا لا يلزم فهو عيب، لا سيما هذا الأخير، صح لا تملك له دافعا كي يتخلع، الله غالب يسمع صوت يرفع صوته بالخلع، لا، حاول الإنسان يكون على يعني سمت طيب وعلى صورة طيبة. أما إذا كانت لي حاجة عنده سؤال من آخر الصف فيرفع يده فيعطيه الشيخ كلمة فلا يسمع الشيخ، أو الطالب يخشى أن الشيخ لم يسمع فيرفع صوته، فهذه لحاجة. قال ولا يضحك، وقد بح صوتنا حول هذه النقطة، هذه كل خطرة نقولها، ولا يكثر الكلام من غير حاجة، هذه داخلة في بعض الآداب السابقة، ولا يعبث بيده، هذا سبق معنا أيضا ذكره المؤلف، ولا غيرها كثوبه مثلا، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا من غير حاجة، بل هذا مذموم ليس فقط في الحلقة، كثرة الالتفات منهي عنه، كثرة الالتفات منهي عنه في الصلاة، بعض العلماء قال يبطلها، وقد نهى رسول الله كما قال الصحابة عن التفات الذئب، وجاء عن العرب أنه لا يكثر الالتفات إلا السارق، وفي الحلقة الالتفات هذا ملفت للانتباه، لعل الشيخ إذا رأى طالبا يلتفت يشعر بشيء، وهو أن هذا الطالب لا يبالي بكلامه، هذه من جهة، أو لعله أخطأ فهو ينظر في الحضور من انتبه لخطئه مثله، وهكذا، هذه كلها من سوء الخلق. لا يمينا ولا شمالا من غير حاجة، بل يكون متوجها للشيخ مصغيا لكلامه، وهذه سنة الصحابة بالجمعة، فالذي يكون عن يمين رسول الله ما يبقاش مستقبل القبلة، واللي يكون عن شمال النبي عليه الصلاة والسلام ما يبقاش مستقبل القبلة، إنما يلتفت ويتربع ويقابل الإمام، معناتها أصحاب الصف الأول ما يبقاوش مستقبل القبلة، كلهم يلتفتون إلى رسول الله، يجوز أن يبقوا هكذا، لكن السنة أولى، وهذه سنة السلف. فإذا كان الناس في مجلس فيه شيخ يتكلم أو يعلم أو يخطب، فالسنة أن نتوجه إليه، أن نتوجه إليه. ولكن إذا كنا في مكان يستحيل ويصعب التوجه، كالأقسام التي فيها طاولات وكراسي وقاعات المحاضرات، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس يعني هذا واجبا شرعيا، إنما هو من الكمال.